يا الله دخيلك مروان، وينك انت؟ ليش ما عم ترد على تليفونك؟ شو عم بصير معه؟ امي وين شريكي؟ حياتي انت، هلأ شوي وبيجي شريكك. يلا تعال عندي لقيس حرارتك. يلا يلا يلا. اوف اوف اوف، نزلت حرارتك معناتها يلا هلأ ما تسطح بالتخت ومننام، وبس يجي ابوك بفيقك وبعطيك الدواء. تعال حطك بالتخت. يلا. اوه يلا، ومنتغطى كمان. ايوه، ومناخد النظارات. يلا تصبح على خير يا روح امك. بحبك يا روحي. تصبحي على خير. وانت بخير يا عمري. وينك مروان؟ يا الله وينك؟ اللي هيك مرتاح؟ اي سلم ايديك. عليك العافية. خلصنا كل شيء دكتور؟ ايه لحد هلأ خلصنا، عملنا كل الفحوصات اللازمة وكل شيء تمام. بدك تخلي ايدك مرتاحة هالفترة، ما تقسى عليها ابدا. ايه اكيد طبعا طبعا رح انتبه. ايه الحمد لله على سلامتك، انت محظوظ انك نجيت من الحادث. ايه والله الحمد لله، بس بدي اطلب منك تعطوني تليفون لأحكي فيه. طبعا تفضل. شكرا كتير. ولو العفو. مروان اتأخرت كتير، شو عم تعمل؟ قلقتني عليك. ايه مين هاد؟ الو نعم اسراء. ومروان انت وينك؟ تليفون مين هاد؟ انت منيح؟ شو عم تساوي؟ انا بدي اقول لك شي يا اسراء، بس بترجاكي ما تخافي ماشي. انا عملت حادث وهلا انا بالمشكلة. كيف حادث؟ شو هاد مروان؟ انت منيح؟ جاوبني يا اسراء. مثل ما قلت لك ما تخافي، ما فيني شي. أنا منيح، أفرام السيارة تعطل وما عاد قدرت سيطر على السيارة وضربت بشي، تمام؟ بس ما قدرت جيب دواء لأطلس، هلأ بحكي مع موسى وبخلي جيب. روق مروان، دواء شو هلأ؟ أطلس صار منيح. طيب مروان قلي أنت بأي مستشفى هلأ؟ صار لك شي؟ فيك شي؟ احكي لا تكذب علي. يا إسراء ما في داعي تجي، أنت خليكي جنب أطلس وما تحسسي بشي، تمام؟ أوكي؟ أنا بعد شوي جاي على البيت. لا تقلق أبداً، أصلاً أطلس نزلت حرارته وهلأ نايم، معناتها أنا ناطرتك، انتبه على حالك منيح. تمام. شو صار يا ترى؟ أوف، رح زن يا ربي، رح زن، ما عاد فيني اتحمل. وانطر مازن، رح اتصل، ما عاد فيني أكتر، خلاص اتصلي يلا، بالله تتصلي حتى تحسسين انه نحن اللي عملنا هذا الحادث. رؤيا هديلي اعصابك شوي. ما فيني افهم، ما عم بقدر يا مازن، ما عم تفهم مو بايدي شو بعمل. وبعدين انا بلاقي شي حجه، بخترع شي عن الشغل وبسالهم، ما رح يحسوا بشي. يا الله منك هاتي، انت جنيتي على الاخر. ليش بدك تتصلي بهالوقت فيه؟ رؤيا طلعي يا عيني، اهدي شوي وخلي اعصابك بارده. بكره رح تروحي لهنيك ورح تتصرفي كانك ما بتعرفي اي شيء، ولما تعرفي رح تعملي حالك كتير زعلانه، واوعي تنسي هالشيء. ما تنسي هذا الشيء لانك مو لحالك بهالقصه. انا كمان ما تورط معك، فهمتي؟ تمام تمام، معك حق، خلص رح استنى لبكره، وبكره بكل الاحوال رح اعرف كل شيء. تمام هيك بدي اياكي، خدي تليفونك معنا. هيا يلا. مروان، انت منيح؟ انا منيح. بسرعة تعال مشان ترتاح جوا. استنى اعطيني جاكيتك. على مالك على مالك. انت منيح؟ عود. منيح منيح، ما فيني شي. شو صار مروان؟ كيف صار هذا الحادث؟ كيف عملته؟ انت منيح؟ شو فيك؟ فيك شي احكي. شو اللي ما فهمتي يا اسراء؟ يعني انا وماشي بالسيارة الفرام ما عاد اخذ، ما قدرت سيطر على السيارة وضربتها بمكان، هذا اللي صار. انا ما عم صدق،
أنا يلي كنت رايحة والسيارة سيارتي وصار الحادث معك بدل ما يصير معي أنا. تمام يا إسراء، صار اللي صار، طلعي ما فيني شي، بس إيدي تضررت وهلأ بريحة وبصير تمام، ما صار شي. بترجاكي ما تعملي هيك، خلاص أنا مهمني هذا اللي مجنني، أنه نحن من فترة عملنا الفحوص اللازمة للسيارة وما صار لنا شي عاملينه. نتخيلي لو كنتي أنت أو لو الصبح طلع أطلس فيها شو كان صار وقتها؟ يا الله دخلك. تمام، خلونا ما نفكر بهالشي، الحمد لله أنه مرقت على خير. يلا خير خير. أنت لاحظتي شي بالسيارة إسراء، مثلا صوتها بالحركة؟ لا ابدا ما لاحظت شي، يعني كل شي كان طبيعي. يا ربي. اخذوا السياره مشان يفحصوها ويشوفوا ليش صار الحادث، بنستنى التقرير مشان نعرف شو. تماما بالضبط، بس يجي هذا التقرير رح نفهم كل شي. صحيح، هدول ادويه اطلس. شكرا كتير موسى. وانا رح روح، بس اذا احتجتوا اي شي فورا حاكوني. ماشي. طيب ماشي موسى. شكرا موسى، انتبه على حالك. يلا بشوفكم. يا ربي مت من الخوف. تعال خليني سطحك بالتخت. تحرك على مهلك. تمام. وقف، استند علي أحسن. ايه بس أنا ما عندي مشكلة برجلي، المشكلة بإيدي. بس طبعا أنت عم تحاولي تستغلي الموقف. ما يا الله مروان، يا الله منك، ما صار لك شي عامل حادث سيارة، إلك خلق تتغلط. شو فيها يعني ما صار شي؟ أنا بس كنت عم أقول شو رأيي. مروان لو سمحت، هلأ بتتسطح بتنام وبترتاح وما بتجادلني بالمرة، ماشي؟ أنت لازم ترتاح. تمام، بس معناها انت بدك تنطري جنبي للصبح وانا نايم، بلكي فقت وكنت محتاج شي. ما رح تحتاج شي، واذا كان بدك شي بدق علي الباب وانا بسمعك. انا متاكد ما رح تسمعي. لا بسمعك مروان. مروان جبت لك حبه مسكن. الف حمد وشكر، يعني لو صار لك شي شو كنت عملت بحالي؟ شو كنت عملتي يا إسراء؟ ها؟ حكي لي شو كان صار فيكي؟ مو معقول، أنت شو عم تساوي؟ عامل حالك نايم وأنت مو نايم، شو عم تساوي؟ ما عم بعرف إذا عم تسمع ولا لا، عم تتصرف في شكل غريب وتعمل حركات غريبة، مدري شلون. شيلينا من الحكي، قولي لي شو كان صار فيكي؟ كنت زعلتي كتير يعني؟ قولي قديش كنت رح تنقهري؟ لا واضح إنك تحسنت، أنا جبت لك حبة المسكن، أنا رايحة نام وأنت خدها لحالك. خلص وقفي خلص، لا تروحي لا تروحي، على الأقل أعطيني المي، كيف بدي أشربها وإيدي بهالحالة؟ ما رح أقدر، لو سمحتي. ايه قديش كنتي رح تزعلي؟ قديش؟ خلصني خدها اشربها. قديش؟ اسكت واشرب المي. هات. مثل الاولاد الصغار. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.